نعم، لا شك اليوم بعد تحرير جميع المناطق بقت صحراء العراق بشكل كبير، وأجزاء من سوريا استغلتها داعش واستغلت عدم إمكانية تغطيتها بالقوات الأمنية لإنشاء معسكرات ومقرات ومواقع لها للتهيئة لهجومات مستقبلية. وفعلا ما جرى يوم أمس في سوريا كان من هذا القبيل، وما نخشاه نحن في الأنبار بشكل أساسي وحتى في الموصل بشكل أقل، أن داعش له تواجد كبير في الصحراء، في الوديان، في المناطق الوعرة، في كهوف أعدها مسبقا للاختباء بها. وما يخيفنا أكثر هو قلة تواجد طيران التحالف الدولي فوق هذه المناطق في الآونة الأخيرة. هذا كله ينبئ بأن داعش ستتحرك من جديد وستحاول أن تجد لها موطئ قدم مرة أخرى. لا شك اليوم العشائر متهيئة بشكل أفضل، جمهور الشعب العراقي، المؤسسات الأمنية متهيئة بشكل أفضل للتصدي لأي هجوم، لكن مجرد أن تستطيع داعش شن هجوم على المدن وعلى الآمنين وعلى القرى البعيدة سيكبدنا، سيكبد مواطنينا، سيكبد بلدنا ومحافظتنا بعض الخسائر التي نتمنى أن لا تقع. لذلك على الحكومة أن تزيد من تواجدها لتغطية الصحراء بالطيران المسير وطيران المراقبة والطيران الحربي، وكذلك نقل قطاعات عسكرية متواجدة بدون معنى في كركوك وفي أطراف نينوى وفي أطراف صلاح الدين في مناطق هي بالأصل آمنة لا يوجد فيها قلق، تحريك هذه القطاعات لتأمين الحدود بشكل أكبر وللتواجد في المناطق الصحراوية وتأمين المدن من قبل أبنائها من الشرطة المحلية والحشد العشائري الشعبي المحلي وحتى قوات البيشمركة لبعض المناطق التي من أبنائها من أبناء البيشمركة. اليوم أمس زار وفد من مجلس النواب العراقي برئاسة النائب الثاني بشير حداد إلى المناطق المتضررة جراء السيول التي جرفت بعض المنازل والبيوت المدنيين في منطقة رواندوس. هل البرلمان العراقي خصص مبالغ مالية لمساعدة المتضررين؟ مما يؤسف له ما جرى في الأيام الأخيرة من سيول وفيضانات في مناطق كبيرة من شمال إقليم كردستان بصورة عامة وشرقه ومن محافظة أربيل بشكل خاص، وهذه الأضرار حقيقة كبيرة لم نكن نتوقعها بالشكل الذي رأيناه. محطات الماء بشكل كامل مدمرة، أكثر من 20 جسر مدمر، طرق كثيرة مقطوعة، خطوط نقل الكهرباء بشكل كبير مدمرة، بالإضافة إلى تدمير الممتلكات الشخصية من مزارع وبيوت وسيارات ومحال. حقيقة الوضع مزري في هذه المناطق. نحن بشكل مباشر تواصلنا مع المنظمات الدولية ومع وزارة الهجرة والمهاجرين كونها معنية، والمنظمات الدولية باشرت بشكل مباشر بتقديم مساعدات ومعونات عاجلة، كون هناك مئات العوائل لحد الآن لا تستطيع العودة إلى منازلها بسبب يعني استقرار المياه في داخل هذه المنازل، وحتى الذين استطاعوا العودة هم قد أتلفت جميع الفرش والملابس والأغطية الموجودة في بيوتهم. لذلك منظمة الهلال الأحمر والصليب الدولي ومنظمات أخرى تحركت بشكل مباشر، ووزارة الهجرة وجهناها بشكل مباشر أن تتحرك، وقد اتصلوا بنا هذا اليوم شكلين فريق عمل مع مكتب أربيل للتواصل مع هذه المناطق وتقديم الخيم لهم والفرش. ونحن سنتوجه نهاية هذا الأسبوع إلى بغداد، وسنطلب من الحكومة أن تتخذ موقف تاريخي تجاه أبناء هذه المناطق. يجب على الحكومة أن تثبت أن على قدرتها للنجاح للتصدي للملفات الطارئة، وعلى قدرتها للنجاح في تجاوز الحالة الطائفية أو الحالة القومية أو حالة أن تتعامل مع المواطنين على أنهم درجة أولى ودرجة ثانية. المواطن الذي تضرر في إقليم كردستان هو مواطن عراقي، وحق على حكومة بغداد أن تتحمل أعباءها ومهماتها تجاه هذا المواطن وتقديم المساعدة والتعويض له لتخفيف معاناته. شكرا جزيلا.